والمناضلات والمناضلين في اتحاد عام الشغالين، مرحبا بكم في هذا اليوم. أخواتي العاملات، إخوة العمال، في الواقع أنا جد سعيد بالحضور معكم اليوم، وهذه السعادة في الواقع منبثقة من كون أنه أولا حزب استقلال دائما يكون حاضرا مع الشغيلة المغربية، مع الاتحاد العام الشغالين. ثانيا باش نهضر معكم بكل صراحة، توحشنا لهذا اللقاء، توحشناكم منذ الكوفيد وحنا ما تحتناش الفرصه نعاودو نتشافو جميع. وتنشكر الاخ ميار اللي جمع الاخوان كلهم وجاو من كل المناطق ديال الجهه باش يكونوا معنا اليوم في هذا الظرف الضاغط، وباش نحتفلوا جميع بهاد عيد ديال الشهر. فمرحبا وهنيئا لنا جميعا بهذا اللقاء، وبهذا اللقاء الحماسي، وبهذا الوجوه الكريمه، بهذا المنتخبين، بالمفتشين الحاضرين معنا، وجميع الاخوان اللي هما هنا. وتنقول لكم اليوم حنا معكم وسنظل معكم دائما. تحية نقابية القيادة الحزبية، القيادة الحزبية، وتحية نقابية القيادة الحزبية. في الواقع انتم عارفين بان حزب استقلال فهو حزب اللي هو ناضل من أجل الاستقلال ديال هذا الوطن، والهدف الأساسي من الاستقلال وهو تحرير المواطنات والمواطنين، أنهم نحررهم بالطبع من قبضة الاستعمار، ولكن كذلك نحررهم من الجهل، نحررهم من الفقر، نحررهم كذلك من كل أشكال ديال الضغوطات. وبالتالي بنينا المغرب، بنينا جميع باش أننا أولا تكون عندنا الحرية ديال التعبير، تكون عندنا حرية ديال الاختيار في إطار الديمقراطية، ونظننا كذلك باش أنه تكون عندنا التعددية النقابية، وتخلقات الاتحاد العام الشغالين 1960 باش نناضلوا من أجل الطبقات الشغيلة والحقوق ديالهم. واشتغلنا كذلك باش أننا نعملوا جاهدين باش تكون التنمية الحقيقية بلادنا في إطار التوجيهات الملكية السامية، باش أنه تكون نهضة حقيقية لكل المواطنات وكل المواطنين. واليوم اللي بغيت نأكد لكم بأن حزب الاستقلال اللي عرفتيه ديال التعادل ديال الاقتصاد ديال الاجتماعية، حزب اللي تدافع على تكافؤ الفرص، حزب اللي تدافع على النهوض بالأوضاع ديال المواطنات والمواطنين، حزب اللي تدافع باش أننا نحسنوا القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، حزب اللي تدافع باش أننا نكون الارتقاء الاجتماعي ونوفروا الفرص للجميع باش أنه يحسن الأوضاع ديالو. فهذا الحزب اللي عرفتيه أثناء معركة ديال التحرير، الحزب اللي عرفتيه أثناء معركة البناء، فهذا الحزب اللي عرفتيه كذلك اللي كان في المعارضة وتنادي بالأمور، هذا الحزب اللي هو اليوم في الحكومة فهو دائما بقى على صبغته، تدافع على الطبقة الشغيلة، تدافع على الحقوق ديال المواطنات والمواطنين، وتدافع على تحسين ظروف عيش ديالها. وأنا بغيت نقول لكم بكل صراحة، أنتم عارفين حزب استقلال اللي قاد الحكومة مع الأستاذ عباس الفاسي الأمين العام السابق حزب استقلال، فتحققت العديد من المكاسب للمواطنات والمواطنين، زادت 300 درهم 600 درهم لكل أجراء، خفضنا من ضريبة على الدخل من 44% 38%، حسنا الأوضاع ديال التغطية الصحية باش أنه السلة ديال تحسنات، درنا كذلك الترقية الاستثنائية، درنا الترقية بالنسبة للموظفين، رفعنا الحصيص، درنا عديد من الأمور، ودرنا الحد الأدنى كذلك ديال الأجور اللي ترفع جوج مرات 25%، هادشي كله دار، وكانت حكومة العباس الفاسية حكومة المكاسب بالنسبة للطبقة الشغيلة. خرجنا من الحكومة، شنو وقع؟ وقع أنه انتظرنا حتى رجعنا للحكومة، احنا عاوتاني رجعنا للحكومه، وها المكاسب الحمد لله بفضل العمل الكبير اللي تيقوم به الاتحاد العام الشغالين، بحال العمل اللي تنقوموا به داخل الحكومه باش اننا كذلك نحسنوا ظروف عيش ديال المواطنات والمواطنين وديال العمال. وهنا بغيت نذكركم اهم المنجزات اللي دارت، والاخ يارا راه غيعطيكم الامور في التوقيت،
لان تيقوموا بواحد المجهود كبير باش في الحوار الاجتماعي ننجحوا. اول شيء المقاربه الاساسيه. الحوار الاجتماعي بديناه المؤسسه ديالو بدات في حكومه العباس الفاسي، اليوم في الحكومه الحاليه من الاستاذ أخنوش، فهي انطلقت من جديد المؤسسه ودار اتفاقيه باش ان الحوار يدوز مستمر. دات الدوره الاولى، انطلقت الدوره الثانيه في شهر مارس، والحوار مستمر باش نحسنوا الظروف ديال 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 العاملين وديال الموظفين. نقطه ثانيه وهو تحقيق العديد من المكاسب كذلك. اولا بالنسبه لتحسين الدخل، الرفع ديال الحد الادنى للاجور اللي ترفعت 5% بالنسبه للعمال و 10% بالنسبه للعاملين الفلاحيين، في العمال الفلاحيين، هادشي بدا في سبتمبر الماضي، اليوم في سبتمبر ان شاء الله المقبل غتزاد كذلك 5% اضافيه بالنسبه للحد الادنى للاجور. ثانيا انه كذلك بين الامور الاساسيه اللي دارت واللي هي مهمه جدا بالنسبه للرفع ديال الدخل، وهو انه وهذا كذلك نادينا به الجميع، وهو ان بالنسبه للاسره ديال التعليم العالي الاساتذه الجامعيين زادت لهم 3000 درهم في الشهر. ان بالنسبه للناس اللي هما في الاطباء وديال القطاع ديال الصحه، اطباء زادت لهم 4000 درهم في الشهر. انه كذلك بالنسبه للتعليم ان شاء الله بهذا الاتفاق اللي دار واللي الجامعه الحره ديال التعليم وقعت عليه، فهي غتزاد لهم كذلك حسب المردوديه غتزاد لهم 833 درهم في الشهر. إن هذا بالنسبه للاسره ديال التعليم جميعا، اذا دار واحد المجهود كبير في هذا الاطار، وحنا غنواصلوا الحوار مع الاخوان تاع العام الشغالين ومع النقابات الاكثر تمثيليه باش اننا تحسين الدخل يستمر في المستقبل. كذلك بين الامور كذلك اللي حققناها واللي هي مهمه، وهو الحصيص ديال الترقيه. الحصيص ديال الترقيه حتى هو ارتفع، كنا رفعناه في حكومه العباس الفاسي 33%، دابا عاوتاني ارتفع 36%، واكثر من هذا الشيء ان بالنسبه للاسره ديال التعليم العالي وصل الى 40%. ولكن تبدلنا واحد الامر اللي كنا دائما تندافعوا عليه وبضروري نقول عليه، وهو هذه الدرجه الاستثنائيه الاضافيه. هذه الدرجه الاضافيه غدار واحد الدرجه ديال التميز داخل بالنسبه للتعليم. شنو هذا الشيء؟ معنى هذا وهو واحد المعلم تيبقى يخدم تيوصل لواحد السلم 11 وتيوقف، ومن بعد ما تتزاد له حتى حاجه. اليوم درجه ديال التميز بفضل النضالات ديال التعليم الشغالين، فهي ان شاء الله غضاف، وهذه السنه غتبدا تطبق بالنسبه للاسره ديال التعليم، اي انه حتى الناس اللي غدا غيخرجوا للتقاعد غيمكن لهم يستافدوا منها باش انهم يحسنوا التقاعد ديالهم والمعاش ديالهم. وعلى ذيك التقاعد، على ذيك التقاعد انا بغيت نقول لكم جوج الامور، ثلاثه الامور بالنسبه للتقاعد. النقطه الاولى وهو انتم عارفين بانه بالاشكاليات الكبرى اللي كانت مطروحه مع الغلاء المعيشه اللي عشناها وكل شيء ضرر منها، انه المتقاعدين المعاش ديالهم ما كانش كافي، وبالتالي شنو درنا؟ اننا زدنا ب 5% في المعاشات ديال القطاع الخاص جميعا ابتداء من يناير ديال هذه السنه. ثانيا الضريبه على الدخل، انتم عارفين بان كانت الدائره بالدخل مرتفعه، اليوم يمكن نقول لكم مع القانون المالي الاخير ابتداء من يناير 90% ديال المتقاعدين ما بقاوش يخلصوا الضريبه على الدخل، عفيناهم من الضريبه على الدخل، وبالتالي تزاد لهم في المعاشات ديالهم بفضل هذا المجهود. وكذلك الاخرين 10 اللي بقاو حتى هما تزاد لهم في المعاش ديالهم. إن الهدف هو التحسين، ولكن اللي هو اهم وهادشي كنا قررناه في الاتفاقيه ديال 26 ابريل 2011 واليوم راه طبق على ارض الواقع، وهو الناس اللي كانوا تخدموا 10 سنين تيخرجوا بلا والو بدون تقاعد، اليوم بفضل النضالات ديال الاتحاد العام الشغالين وديال النقابات، ومني جات هذه الحكومه راه طبقنا هذاك الاتفاق اللي كنا درنا 10 سنين من بعد، ولكن دابا طبق، وهو انه اليوم اللي خدم 4 سنين وفوق 4 سنين فهو غيكون عنده المعاش، وبالتالي كل شيء غيكون له الحق في المعاش، واللي ما كانش عنده ما خدم قل من 4 سنين فهو غيسترجع الفلوس ديالو
ويسترجع فلوس ديال المقاوله، واذا غيكون عندهم واحد غلاف مالي باش يتعاون كذلك في المعاش ديالو. اذا اليوم الحق في المعاش اصبح معمما على كل العاملين في القطاع الخاص، وهذا مكسب كبير يتم تحقق، وهذا هو الانصاف يتدافع عليه حزب الاستقلال، وهذا ما نظمنا له منذ سنين وسنين، واليوم الحمد لله تحقق على ارض الواقع. انا اللي باغي نضيف كذلك باش ما نطولش عليكم، وهو اننا حنا اعتبرنا في هذا الظرف بالذات اللي هو صعيب، انه من ضروري كذلك اننا نعملوا، وهذا هو الاشكال الحقيقي، وهو اولا مع الازمه الدوليه اللي كاينه والانعكاسات ديالها، وهو اولا نحافظوا على الشغل، هذه هي الصعوبه اللي كاينه، وثانيا اننا نخلقوا فرص شغل جديده. فشنو درنا؟ اربعه الامور اساسيه دارت. اولا اننا قلنا اي مقاوله بغات تشغل شي شابه وشابه ما تخلصش الضريبه عليها طيله سنتين، وما تخلصوش المشتركات الاجتماعيه باش يشجعوا المقاوله تخدم الشباب، لان حنا اللي اساسي هو الشباب ديالنا، وهو يلقى الخدمه يلقى العمل يلقى الدخل باش يمكن له يستافد. ثانيا هذوك المقاولات الصغرى والمتوسطه 30% ديال الصفقات العموميه ديال الدوله غنعطيهم المقاولات الصغرى والمتوسطه باش حتى هي تستافد وتشغل وتخدم وتطول كذلك الاعمال ديالها. ثالثا ان الضريبه على الشركات اللي كانت تخلص المقاولات الصغرى والمتوسطه 31% غنهبطوها ل 20% باش نشجعوها كذلك باش انها تطور الاعمال ديالها. واخيرا ان بالنسبه للصفقات العموميه درنا واحد الامر اللي هو مهم، اولا هذاك البوند كوموند كان ب 20 مليون رفعناه ل 50 مليون باش هذوك المقاولات الصغيره جدا تستافد كذلك، ونفتحوا لها المجال باش تخدم الناس وتشتغل. ثانيا اننا مشينا بواحد المنطق، وهو الشركات الكبرى اللي تتاخذ كل شيء، فهنا قلنا لها لا على حسب بلونشور ديالك شحال عندك باش نفتحوا المجال المقاولات الصغرى والمتوسطه حتى هي تستافد، وبغينا المقاولات ديال المناطق هي اللي تستافد كذلك من هذه الامور على الصعيد المحلي باش نخلقوا الرواج نخلقوا فرص الشغل ونطوروا الاقتصاد ديالنا مستقبلا. بل اكثر من ذلك باش نخلقوا الشغل دفعنا في اتجاه ديال اننا نعطيو تحفيزات للمستثمر، مثلا المستثمر اللي مشى لبرشيد غتكون عنده تحفيزات اكثر من المستثمر اللي جا يستثمر هنا في الدار البيضاء باش اننا نشجعو يمشي للمناطق اللي هي عندها نائيه وكاين صعوبه ديال الاستثمار فيها باش نخلقوا فرص شغل في الاقاليم كلها ديال المملكه، وهذا قدام غيكون ديال 10% حتى 15% يمكن يوصل حتى 30%، المهم هو نستثمروا، المهم هو نخلقوا فرص شغل، واللي خلق اكثر عدد من فرص الشغل غنعطيو له دعم اكبر، هذا هو المنطق الاساسي اللي ركزنا عليه. نقطه اخيره في هذا الاطار اللي هي مهمه جدا بالنسبه للجانب ديال الشغل، وهو اننا اعتبرنا بان هذا المجهود الكبير اللي غيدار، وهو قلنا هذه الفتره اللي هنا كاين الازمه قلنا على الاقل ندعموا شويه الناس اللي هما ضعاف اللي ما عندهمش تكوين باش انهم يتعاونوا. اذا جوج امور اساسيه اللي دارت بغيتكم تتبعوا معايا. الامر الاول هو درنا اوراش، 100,000 شاب وشابه استفدوا من اوراش في هذه السنه الماضيه، هذا العام 150,000 ان شاء الله غيستافدوا من هذا الدعم ومن هذه الفرص ديال الشغل، ونكونوا باش غدا يكون عندهم فرصه باش انهم يشتغلوا. ثانيا وهذا هو الاساس، ثانيا حنا عارفين بان شحال ديال الاسر المغربيه، وهذا جهه الملك ركز عليه في اطار تعميم الحمايه الاجتماعيه، عارفين بان شحال ديال الاسر المغربيه اليوم في بلادنا فهي اما ما عندها عمل، اما معوزه، اما فقيره، اما تعاني من البطاله. فقلنا احنا ما يمكنناش نخليو هاد الاسر وهاد الهشاشه حاضره بقوه، خصنا نعاونوا هاد الناس. وبالتالي في اطار مشروع الملكي السامي ديال تعميم الحمايه الاجتماعيه من هنا لاخر السنه ان شاء الله
الأسر الفقيرة المعوزة اللي تسجلات في سجل الاجتماعي الموحد، هاد الأسر كلها غتستافد من دعم مباشر من طرف الدولة، أي أن كل شهر غتبدا توصل واحد الدعم مبلغ مالي باش تعاون على الحياة، باش أننا نضمنوا أنها تعاون على ارتفاع ديال الأسعار، تعاون كذلك على المعاناة اليومية، تعاون على المدرسة بالنسبة لأولادها، تعاون كذلك على التطبيب إلى آخره. إذن هذا واحد تغيير جذري اللي هو تيدار باش نحسنوا الأوضاع ديال فئات عريضة من المواطنين، لأن حنا بغينا أن بلادنا كلها تعرف واحد تحسن ديال الظروف عيش ديالها، بغينا أن الجميع أنه يكون عنده ما نخليه حتى واحد على الهامش ديال التنمية. هذا هو التعادل الاقتصادي الاجتماعي تدافع عليها، هذا هو النضال اللي تنقوموا به جميعا باش يمكننا نحققوا الاهداف الاساسيه. اخيرا اخواتي واخواني، اللي غنطلب منكم في هذا الاطار وهو ميزه، تعرفوا الى عرفتوا شي اسره ضعيفه او ناس كبارين، الناس اللي هما مسنين وما عندهمش كيفاش يتعاونوا باش انهم يدفعوا باش يتسجلوا في لوائح ديال السجل الوطني الموحد وسجل كذلك الاجتماعي الموحد، باش انه يستافدوا ان شاء الله من هذا الدعم اللي غنبداوه اخر هذه السنه ان شاء الله. اذن اخيرا اللي باغي ناكد لكم وهو تنهنيكم على الشعار اللي اختاريتيه، وهو اننا بحال اللي تنقولوا دائما ما كاين الا الوحده، الوحده هي اللي غتمكننا اننا نشعو في جميع ديال الاطر. حنا كحزب استقلال، حنا كاتحاد العام الشغالي، حنا كمنظمه موازيه للجميع، تنبقاو متوحدين لصالح هذه الامه، لصالح هذا الوطن، لصالح هذا الشعب. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى. الوحده والتضامن اللي بغيناه يكون يكون.